السيده اللي كتسولنا الاخت ديالها بغات تزيد في الوزن وعندنا اسئله كذلك ديال الزياده في الوزن السيدات نعم. بغاو يزيدوا في الوزن فاحسن وصفه كنشوفها غناخذوا واحد جوج بيضات بلديين يعني هادشي كامل غنديروه في الخلاط الكهربائي غناخذوا جوج بيضات بلديين معلقه كبيره ديال العسل الحر معلقه كبيره ديال الشوكولاته البيضاء لان كثيره فيها الكالوري كثير وفيها الدسم كيكون كثير الشكلات البيض فيه يعني السعرات الحراريه كبيره اكثر من الشكلات الكحل نعم الشكلات الكحل وكي وكي مدسم يعني اذا السيدات اللي باغيين ينقصوا الوزن يبعدوا على الشكلات البيض على خلاف ان الشكلات اللي كيكون تقريبا فايد 60% ديال التركيز في الكاكاو اللي كيكون اسود 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 فهو كيصلح للحمية نعم. كيتستعمل في الحمية نعم. اذا غناخذوا نعاود ناخذوا جوج بيضات بلديين معلقة كبيرة ديال العسل الحر معلقة كبيرة ديال الشوكولاتة البيضاء خمسة ديال التمرات متوسطين ونص إطرو ديال الحليب هاد الخليط هذا كامل غنديرو في الخلاط الكهربائي ونخليوه يدور حتى يتعصر مزيان وغادي ناخدو كاس صغير ديال العنبة وسط ما بين الفطور وما بين الغداء وكاس صغير ديال العنبة ما بين الغداء وما بين العشاء باش كتكمل الوجبات باش كيمكننا ناخذ حيت هنا في هذه الفتره هذه فين كيمكننا نزيدوا الوزن في هذه الفتره هذه والناس اللي كتبع الحمية فتحاول ترد البال ما بين هذه الفترات هذه اذا كاس صغير ما بين الفطور والغداء وكاس صغير ما بين الغداء والعشاء واخا الغلط السؤال كان كذلك من عندنا ندى من وجده واش الازير كيصلح للتخسيس عند المرأة الحامل هي ما حبلاش ولكن باغا تحمل واش الأزير ما كيشكل خطورة معلوم كيشكل خطورة لأن كيرفع يعني الأزير بعدا كيرفع من 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 الدورة الدموية كتولي كتسرع بواحد النسبة كبيرة وكذلك اللي خايب أنه كيمكن له يعطي واحد الحيوية للعضلات ديال الرحم كما شفنا في عدة نباتات اللي كنا ذكرناهم فما بينهم هذا الأزير فأحسن حاجة السيدة ملي تكون حامل تحاول تاخذ النباتات اللي كيتعطاو للتربيه الصغيره فهما اللي كيصلحوا ليها بحال اللويزه مثلا ماشي مشكل وهي اللي كنشوفها والبابونج هما جوج ديال النباتات اللي يمكننا ناخذهم منين يكون الحمل واما نباتات اخرى ما يمكنناش ناخذهم لان يمكن ياثروا لينا على الصحه ديالنا وديال الجني. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.